شيخنا، يعني يمكن بعض النساء قد يعني يتساءلون عن مسألة وأين حق المرأة، لكن إن شاء الله حلقات قادمة إن شاء الله نتحدث عن هذا الأمر أيضا. لكن شيخنا بداية نتحدث الآن عن مسألة طاعة المرأة لزوجها، ما حدود هذه الطاعة؟ إن شاء الله تعالى. الحمد لله، كل زفير وكل شهيق في علمك، في ملكك، في دوامك، بجميع محاملك في علمك، على جميع نعمك في علمك، على جميع خلقك في علمك، في مثله وهكذا دواليك، صمدا في صمد بدوامك، حتى نكون من الحمادين الذين هم أفضل خلقك، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكلما مع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك، في ملكك، في دوامك، فاكتب لنا مثل هذا الحمد وعددا، حتى نكون أكثر خلقك لك ذكرى وأعظمهم لك شكرا وخشية، وعندك قدرا وأجرا. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء، ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة. اللهم ألزمنا إياها وحققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها ووثائقها وتوابعها ولوازمها، منة منك وكرما، كما قلت وقولك الحق، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وألا، واختم اللهم لنا بها بوجهك الكريم. ونحن في الساعة المباركة من بعد عصر الجمعة، من بعد عصر الجمعة، وهي ساعة سعيدة تستجاب فيها الدعوات، أسألك بوجهك الكريم أن تختم لنا بكلمة التوحيد وبالشهادة لك بالوحدانية ولسيدنا محمد بالنبوة والرسالة، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم أمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه كل واحدة من لمح البصر في علمك، في ملكك، في دوامك، صلاة وسلاما لا يبلى جديدهما ولا تبلغ حدودهما ولا يحصى عديدهما ولا يفنى مديدهما ولا يفرغ مزيدهما. وكلما صليت أو سلمت أو صلى أو سلم عليه أحد من خلقك، فاكتب لنا من الصلاة والسلام عليه معهم مثل صلاتهم ومثل سلامهم وعددها في ذلك رب العالمين، حتى نكون أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه، ونكون بمنك وفضلك وكرمك وطولك أقرب خلقك منهم مجلسا يوم القيامة. وبعد، فإن يعني أنبه إلى أن هذه الساعة نجلس فيها إلى كتاب الله، ونجلس فيها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجين من الله تعالى هذه الأربع التي وردت في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. فلكل أخ ولكل أخت ولكل مسلم يشاهد هذه الحلقة الآن أثناء البث المباشر أو يشاهدها مسجلة، فليحدد وليجرد نيته الله سبحانه وتعالى، حتى نثقل بهذه الجلسة، والجلسة موازين حسناتنا يوم القيامة. اللهم أمين. وألهمنا فيها الحكمة والصواب، واجعل الحق فيها في قلبنا وعلى ألسنتنا، إنك سميع قريب مجيب دعوة الرحمن الرحيم. واجعل المستمعين الذين يستمعون إليها ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبعد، أي نعم شيخنا، فإن مثل ما تفضلت أخي الكريم، يعني كان من اللافت للنظر والمثير للانتباه، أي نعم، أن يكون الحديث في افتتاحية هذه الحلقة حقوق الزوج على الزوجة، حقوق الرجل على المرأة. أي نعم. طبعا يعني بذلك يعني إيه نثير التساؤل عند المشاهدين والمستمعين، وأين حقوق المرأة على زوجها؟ أي نعم. وأسارع وأبادر فأقول كما تفضلت استدراكا، نعم، ستخصص لها حلقة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. والحقوق الزوجية أنواع ثلاثة: هناك حقوق مشتركة متبادلة يؤديها الزوج للزوجة وتؤديها الزوجة للزوج، يؤديها الرجل للمرأة وتؤديها المرأة لزوجها، هذه نسميها حقوق مشتركة متبادلة. والأصل فيها قوله عز من قائل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني عددا ونوعا وكما وقدرا. هذا النوع الأول. النوع الثاني: الحقوق الخاصة للزوج أي للرجل على المرأة.
وهي مخصص لها هذه الحلقة وهذه الدقائق فيما يفتح الله تعالى به علينا. والنوع الثالث والأخير حقوق المرأة على زوجها، وتخصص لها حلقة إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله. لكن أبادر فأقول من هذه الحقوق للرجل على المرأة، للزوج على الزوجة، تعظيم الرابطة الزوجية. تعظيم الرابطة الزوجية والميثاق الغليظ. فبين الرجل والمرأة ميثاق غليظ، وكلمة ميثاق غليظ وردت في هذا الموضع فيما بين الرجل والمرأة في قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق هو العهد المؤكد، العهد ليس عهدا عاديا، ليس عهدا يعني ثانويا، لا، إنما هو عهد مؤكد وغليظ. يسأل المرء عن توابعه، ويسأل المرء عن لوازمه، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته. هذا أول حق، وهو من حقوق العامة. تعظيم الرابطة الزوجية وعدم التهاون فيها وعدم التساهل فيها، ويجب الوفاء بها. ولذلك من أوصاف الأبرار في الآية 177 تقريبا 177 سورة البقرة، حيث يقول عز وجل في أوصاف الأبرار ومعالم البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الموفون بعهدهم يشملهم، هذه صفة تشمل الأزواج وغيرهم، لأنه في أثناء الزواج يقول يعني إيه: زوجتك موكلتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. بعدين يقول الزوج: قبلت تزويجك لها لي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. يبقى لابد أن ينظر ما في الكتاب من هذه المعالم ومن التعليمات في هذا المقام فينفذها ويمتثلها، وما فيه من نواهي فيجتنبها ويبتعد عنها، وهي كذلك تنظر ما في الكتاب من لوازم هذا العقد والميثاق فتطبق وتلتزم. يبقى هذا هو الحق الأول من كل عامة، وأصلناه بقوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. النقطة الثانية فيما تفضلت في المقدمة الطاعة، حدود الطاعة. طاعة الزوجة لزوجها، وكذلك حقوق يعني حدود طاعة الزوج لزوجه. صار شديد بالمعروف. بالمعروف للحديث الصحيح: إنما الطاعة في معروف، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما قال تعالى في البيعة التي بيع عليها الرجال والنساء، وسجلت البيعة للنساء في القرآن الكريم، وسجلت البيعة للرجال في السنة النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما عما سجلت في القرآن ففي أواخر سورة الممتحنة بفتح الحاء أو بكسرها، يقول تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصونك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.